قصر عرفات في تنازلات لإسرائيل يشب الراقصة ستريبتيز. كلما تطلع مطرح تشلح شيء من ثيابها. الفرق بين ياسر عرفات والراقصة ستريبتيز أن الراقصة كلما شلحت كلما بان جمالها، ولكن ياسر عرفات كلما شلح كلما بان قبحه. في البيت الأبيض كالكلب الأسود كالقط الأسود، لم يجرؤ أن يمو بكلمة واحدة عن فلسطين وعن القدس.